أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن تحركات المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم. إذن وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، وقال مصدر محلي أن جريفيث سيعقد سلسلة لقاءات مع قيادات حوثية لبحث تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بمدينة الحديدة. وبحسب المصدر فإن المبعوث الأممي سيناقش مع القيادات الحوثية أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بالانسحاب من موانئ الحديدة وإعادة انتشار القوات المشتركة. وفي السياق ذاته زار رئيس بعثة المراقبين الأمميين الدنماركي مايكل لوسغرد مناطق التماس في مدينة الحديدة، وقال مراسل بلقيس في الحديدة قال إن الحوثيين رفضوا طلب لوسغرد بفتح الطريق لإخراج شحنة القمح من مخازن مطاحن البحر الأحمر التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. مشاهدينا، في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يتمكن المبعوث الأممي من إعادة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة؟ وما هي الأولويات الإجرائية التي يمكن من خلالها إنقاذ الاتفاق؟ مشاهدينا، نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عودة جديدة إلى صنعاء في أقل من أسبوع، هكذا تمضي تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي تعددت جهوده، لكن دون ما تغير واضح في ملف الأزمة والحرب. الزيارة إلى صنعاء بحسب مصدر محلي تهدف إلى عقد سلسلة لقاءات مع قيادات حوثية لبحث ملف الحديدة ومناقشة أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بالانسحاب من الموانئ وإعادة انتشار القوات المشتركة. الوعود الكثيرة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لحل ملف الحديدة سرعان ما تبددت مع أول عرقلة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في المدينة، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بوضع العديد من العراقيل. متابعون قالوا إن ميليشيا الحوثي تسعى لكسب مزيد من الوقت في الحديدة، وذلك أن خسارة المدينة ومينائها يعني قطع شريان هام للدعم الذي يصل إليها عبر البحر، بينما يجدوا آخرون أن ما يحدث في الحديدة هو انعكاس لسياسة الأمم المتحدة التي لم تضغط على الحوثيين بالقدر الذي تضغط فيه على الحكومة الشرعية بهذا الملف. وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء الصليف ورأس عيسى في مقابل انسحاب القوات الحكومية من المدخل الشرقي للمدينة، بالإضافة إلى فتح طرق لوصول المساعدات والمواد الغذائية. لكن المقترح الأممي لم يفصح في مجمله عن هوية الكثير من التفاصيل التنفيذية الخاصة بعملية الانسحاب، وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكله الإجرائي. إذن يمضي الوضع في الحديدة دون ما تغير واضح يمكن البناء عليه لتنفيذ اتفاق السويد، وهو ما ينذر بكثير من التحديات أمام الجهود الأممية. وبين هذا وذاك تظل الآمال قائمة في إيجاد حل يعجل التخفيف على المدنيين من تبعات الحرب. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة سيد ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور، هلا. أهلا بك سيد ماجد. يعني في البداية تحرك جديد للمبعوث الأممي مارتن جريفيث لإعادة المسار السياسي وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، يعني ما الجديد هذه المرة؟ لا جديد سوى معاودة الخيبة باتفاقية ستوكهولم. يعني نحن نتحدث فعليا عنه مارتن جريفيث يحاول إنقاذ الحد الأدنى من هذا الاتفاق. سبقا حاول أساسا بالمسودة الجديدة لتنفيذ الاتفاق التي كان يفترض تنفيذها البارحة، هي أساسا تجزئة لهذا الاتفاق اللي هو أساسا ذو مستوى منخفض من المطالب، يعني وقياسا لحجم الأزمة اليمنية. نعم. وهو وصل إلى تفاهم مع الحوثيين يفترض قبل تحديدا جلسة مجلس الأمن بيوم، وهي كانت فعليا إنقاذ سمعة لعدم تحديدا تنفيذ هذا الاتفاق، إنقاذ لمهمته وإنقاذ للحوثيين حينا. الآن معاودة مارتن جريفيث هي للوصول إلى أي شيء، إلى حد أدنى محاولة الضغط على جماعة الحوثيين التي بيدها تحديدا تنفيذ هذا الاتفاق وليس بيد آخر، وبالتالي لا يستطيع مارتن جريفيث ممارسة الضغط السياسي كما كان يريد خلال هذه الفترة باتجاه إعادة إطلاق مسار المفاوضات
سياسية مرة أخرى كما يقترح حاليا من دون تحقيق أي شيء في اتفاق ستوكهولم. فبالتالي هو جهد أعتقد في المنطقة الفارغة الآن. واضح أن سلوك الحزبين السياسي استجابتهم الميدانية تجاه اتفاق ستوكهولم شبه منعدمة، وبالتالي لا أدري ما الذي سيقوم به. نعم، إذا سيد ماجد، يعني منذ أن اتفقت الأطراف في السويد يعني تجاوزت الشهرين الفترة، وبالتالي يعني لم ينجز حتى الآن ولو الشيء البسيط. يعني هل تتوقع لهذا الاتفاق أن ينجز أو للمبعوث الأممي أن ينجز شيء من هذا الاتفاق ولو بالجزء البسيط؟ حتى الآن كما أخبرتك الفرص السياسية أمام ستوكهولم هي معلقة إلى طرف واحد هو جماعة الحوثيين، باعتبار أنه الطبيعة الميدانية لهذا الاتفاق هي تقضي بتنفيذ جملة انسحابات ميدانية. يعني نحن لا نتحدث عن إجراءات سياسية، نحن نتحدث عن إجراءات ميدانية. فبالتالي هذا الاتفاق ليس اتفاقا يجرأ أو يتم تنفيذه بقرارات رسمية بقرارات تعلن في وسائل الإعلام، بل يجب تنفيذه على الأرض. جماعة الحوثيين هذا واحد من المختبرات الأساسية لها، ولذلك هي تشعر وهي تقاوم تنفيذ هذا الاتفاق، تقاوم لأنه فعليا سيقوض أساسا سيقوض جملة من الاعتبارات بالنسبة لها. أولا عدد الكبير من القتلى اللي قدمت لهم، انسحابها فعليا سيقوض سيجعلها جماعة معزولة في الداخل وإلى ما إلى ذلك من التفاصيل. فلذلك فرص أساسا تنفيذ الاتفاق هي ضعيفة للغاية، لأنه لا يتسق مع سلوك وفهم جماعة الحوثيين لوجودها. تم هذا الاتفاق بضغط دولي، واضح أن هذا الضغط الدولي نجح بالضغط على جماعة على الحكومة وليست على جماعة الحوثيين التي هي مصر. حتى الآن يراهن المجتمع الدولي بإمكانية ممارسة الضغط مرة أخرى على الحكومة لتقديم تنازل فيما يخص عملية مسار تنفيذ هذا الاتفاق، يعني تجزئة المجزأ مرة أخرى. رغم ذلك، رغم أنه كان هذه الاتفاقية المجزأ الأخيرة هدية أيضا للحوثيين، لكنها لم يقم بتنفيذها. نشهد فعليا الفصول الأخيرة من تشييع هذا الاتفاق، يعني يصبح هذا الاتفاق جثة يتعين دفنها في أي لحظة من اللحظات لكي يجب محاورة الانتقال للمحاورة. نعم. في استكشاف فرص السلام في اليمن. تفضل. نعم سيد ماجد، تكرم بالبقاء معي. ونشرك معنا في النقاش الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد عبد الحفيظ، مساء الخير. مساء النور الكريم ولضيفك العزيز. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. يعني كيف تراقب الوضع في مدينة الحديدة، يعني خصوصا مع زيارة المبعوث الأممي الأخيرة؟ نعم الكريم، ما يحدث في محافظة الحديدة أصبح المواطن العادي يفهم ويدرك ما الذي يحدث في محافظته. المحافظة الحديدة التي كانت من أجهزة السويد، كان الهدف منها هو الجانب الإنساني، وكانت التقارير تتحدث عن الكارثة الإنسانية المحققة بمحافظة الحديدة عندما اقترب الجيش من تخوم هذه المدينة وتمكن من الإطلاق عليها، ولم يكن يتبقى لديه إلا 4 كيلومتر من بوابة سيناء الحديدة. وبالتالي للأسف الشديد أقولها، يعني المواطن العادي يدرك بأن الجيش حرر مدينة حيث ولم يسقط قتيل واحد فيها، حرر مدينة الخوخة ولم يسقط قتيل واحد فيها، أيضا حرر مديرية الشحيتة ولم يسقط قتيل واحد فيها. اليوم أخي الكريم يقتل العشرات بالألغام بالمتفجرات، يقتل بالقذائف المدفعية وبالصواريخ بشكل شبه يومي، وأصبحت مجازر تنتكب في الشحيتة والدريمي وحيث. وللأسف الشديد يقف العالم متفرجا إذا ما يحدث. اليوم المبعوث الأممي يتحدث عن أن الأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى يعني المخازن النقدية، وللأسف الشديد لم يتحدث من هي الجهة التي ذهبت ومن هو مندوبهم الذي وصل إلى ذلك. غرفة تسبب في الخشية لإحداث وإحراج أي انتصار له بسمعته، لكن على حساب أبناء الحديدة الذين يقتلون ويموتون بشكل يومي في هذه المحافظة المنصوبة. الملف الإنساني كان هو الأول في السويد، جزء هذا الملف وانتهى به إلى ميناء الصريف وميناء رأس عيسى. عمليا رأس عيسى لا يغلق أصلا، لا يوجد فيه سوى مرور يعني
المحافظات الشماليه الغربيه، وبالتالي للاسف الشديد هذا التنازل المخجل يدركه المواطن العادي وليس السياسيين والاكاديميين، المواطن العادي يدرك بان ثمه خيانه وتواطؤ من قبل الامم المتحده ولجانها وبعثها، وبالتالي المواطن العادي يطالب الحكومه الشرعيه وقوات التحالف بحجب حركه الحديده لاستعاده انفاسها واستعاده الحياه التي فقدتها وحولتها ميليشيات الحوثي للاسف الشديد الى سجن خاص بها. نعم، إذن سيد عبد الحفيظ ابقى معي وأعود لسيد ماجد المدحجي. يعني سيد ماجد، إلى أي مدى يمكن القول أن الأطراف يعني طرفي الاتفاق قدموا تنازل بالشكل الكافي فيما يخص تنفيذ هذا الاتفاق، أم أن يعني نستطيع القول أن هناك طرف ما زال متعنت إلى حد كبير ويرفض تقديم تنازلات، وبالتالي يبقى مصير القرار أو الاتفاق مجهول حتى اللحظة؟ وعادة الضغط الدولي يضغط على الحكومة اليمنية أكثر من كونه يظهر على جماعة الحوثيين، أولا لأنه في وسائل أساسا ضغط متاحة على الحكومة اليمنية، يعني هناك القدرة على الضغط على تحديدا المملكة باعتبارها هي 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 الراعي للحكومة، وبالتالي يتم ممارسة الضغط مباشرة على الحكومة وعلى المملكة، وهما الطرف الذي يقدم تنازلات عادة باعتباره في اوجه لتقديم تنازلات. جماعه الحوثيين تمتلك ادوات ضغط اخرى، هي تضغط على المنظمات الدوليه باعتبار مقرها لديها في صنعاء، وبالتالي وهي جماعه اقل تسييسا فلذلك تقاوم الضغوط. عاده جماعه الحوثيين تتمسك بتفسيرها الى الان للاتفاق، ترفض تنفيذ الاتفاق حتى الان. بينما بين قوسين تبدو الحكومه اليمنيه بلا حيله سوى التساوق مع كل ما يقدمه المبعوث الدولي وفريق المراقبه من اقتراحات لتنفيذ الاتفاق تاتي عاده على حساب تصورها او تفسيرها للاتفاق. لديك مشكله حقيقيه بانه حين لا يمارس المجتمع الدولي ضغطا متوازنا على طرفين، هذا يمنح طرف قدرة على تصديق مواقفه وطرف يتم إضعافه سياسياً، ولكن سيد ماجد يعني الحكومة يعني دائماً ما تقول أن ما ورد في الاتفاق في السويد يعني هي لا خلاف عليه، أن أبرز ما نص عليه الاتفاق هو عودة الوضع إلى ما قبل عام 2014، وهي مع ما جاء في الاتفاق ولا يوجد لديها أي عرقلة في هذا الجانب. لا هذا غير دقيق، أولاً يوجد تفسيرات مختلفة للاتفاق، الحوثيين لديهم تفسير مختلف والحكومة لديها تفسير والأمم المتحدة لديها تفسير، لا يوجد في نص الاتفاق أي نص واضح يقول بالعودة إلى 2014، لا يوجد ذكر ل 2014، يوجد حديث عن الالتزام بالقانون اليمني، الحديث عن القانون اليمني والحديث هنا فضفاض ويخص الطرفين، يخص الحكومة ويخص جماعة الحوثيين باعتبار كل ما استحدثوها الطرفين من إجراءات هي إجراءات خارج القانون بالمعنى القانون والسلطة الدستور اليمني والمناطق، فبالذك تعقيدات التفسير 2014 هو تفسير للاتفاق، تحديدا الأمم المتحدة ميالة إلى هذا التفسير باعتبار أن كل الإجراءات التي كانت موجودة قبل 2014 هي تحترم القانون والدستور اليمني، بالتالي يمكن أن تكون محل توافق، هذا يتم مقاومة من الحوثيين، الحوثيين يفسرون الاتفاق بأنه هو سحب للقوات العسكرية لكن مع احتفاظهم بالسيطرة الأمنية والإدارية على المحافظة، مع أن كلا الطرفين يؤكد أن الأمم المتحدة يعني تبعث التطمينات لكل طرف أن التفسير الذي تقدم به أي من الطرفين هو التفسير الصحيح، وبالتالي يبقى كل طرف آخذ يعني تفسير الاتفاق بالطريقة التي يريدها. يعني الأمم المتحدة تحاول تتحدث بلغة دبلوماسية، بس هذا كمان أيضا مش دقيقة، الأمم المتحدة لديها تفسيرها للاتفاق والتي بناء عليه تنفذ خططها، يعني أو تقدم مقترحات لخططها، هي تقدم مقترحات لانسحاب قوات الحوثيين العسكرية من المدينة أو من البوابة، وهي رفضت إحلال قوات أمنية بديلة يعني على الأقل في عهدة رئيس الفريق المراقبة السابق، فبالتالي هي لا تقول انها تتجاوب مع تفسير ذلك او تفسير اي من الطرفين، يعني المشكله لديك انه نص الحين بغض النظر عن كل هذه الدوشه، نص الاتفاق اساسا نص غير متماسك، نص ضعيف، نص مربك ويسبب مشكله، ناهيك عن اساسا امكانيه تنفيذه المتصله بمواقف الاطراف السياسيه، لديك مشكلتين في هذا الاتفاق، مسودته او طبيعته الغامضه والفضفاضه، وايضا قدرة الأطراف على الالتزام فيه، فلذلك هذا الاتفاق محدود غير قابل فعليا للتنفيذ، الشروط مش واضحة، وأيضا ضعف الأطراف يعني وضعف الأمم المتحدة في المعادلة
وضغط المجتمع الدولي على طرف واستثناء آخر، كل هذا يجعل هذا الاتفاق يعيش مشكلة حقيقية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد ماجد المذحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. وأعود لضيفي عبد الحفيظ الحطامي من محافظة مأرب. سيد عبد الحفيظ، يعني من خلال متابعتك للوضع في مدينة الحديدة، يعني هل يعني بات هناك جدية تلمسها من الأطراف في مسألة التعاطي الإيجابي مع هذا الاتفاق، وبالتالي يعني هناك حسنية في تنفيذ هذا الاتفاق؟ للأسف الشديد لا يوجد يعني قرار في هذا الجانب، لا يوجد حسم في موضوع ملف الحديدة منذ بداية ملف الحديدة، ولد هجينا ومحاطا بالكثير من الضبابية. ملف الحديدة ولد بدون ضمانات أممية، ولا حتى الدول 18 ضمنت ذلك، وبالتالي تركت الميليشيات تفسر، والحكومة أيضا تفسر بمعنى آخر، والأمم المتحدة تفسر كما قال الأخ ماجد المدعجي، وللأسف يتجرع ينعكس ذلك طبعا على الواقع الميداني للمواطن. قرابة 3 مليون نسمة يتعرضون للتنكيل، للقتل، للتجويع، للأمراض، للأوبئة. والأمم المتحدة عجزت عن تنفيذ ممر آمن للإغاثة من الميناء الحديدة، وهو البند الأول أو الملف البند الأول في ملف الحديدة، السماح بمرور الإغاثة التي للأسف الشديد لم يتم حتى هذه اللحظة المرور أو السماح بمرور الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة إلى المحافظات والمديريات الواسعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. أيضا البند الثاني وهو الأهم، وهو كان في الأولوية، وقت إطلاق النار الذي لم يطبق حتى هذه اللحظة، وربما كصحفيين نراقب تلك التصريحات عن وقت إطلاق النار في بداية رئيس اللجنة باتريس، رئيس لجنة التنسيق المشتركة، ولتها هذا البند، كما انتهى أيضا بند الإغاثة الإنسانية، وتحول الموضوع إلى انسحابات وإعادة الإنسان لم تطبق أيضا، ومن 3 موانئ إلى ميناءين، واليوم يتم الحديث عن ميناء واحد هو رأس عيسى، وهذا من المضحك، لا يوجد ميناء اسمه رأس عيسى، يوجد ساحل في رأس في منطقة رأس عيسى تمر عليها من خلاله أنابيب النفط، وبالتالي يا أخي الكريم المواطن لا يشعر بأي جدية، وللأسف الشديد يتهم طبعا الأمم المتحدة بالتواطؤ مع جماعة الحوثي، ويشعر أيضا بضعف الحكومة الشرعية. للأسف الشديد أيضا المواطن يناشدها بأنه يقتل المواطن في ذمة الحكومة الشرعية، يقتل المواطن، تنهب الموارد الخاصة والعامة، تدمر المؤسسات العامة والخاصة، يختطف المواطن، تقتحم المنازل، تنهب المزارع، تزرع حقول الألغاز في طرق الصيادين وطرق المواطنين، وللأسف الشديد والحكومة الشرعية تقف متفقدة إذا ذلك، تحرق ساكن ولم تمارس أيضا أوراق بيدها، وفي قوة التحالف داخل للأسف الشديد لم تستخدمها في إطار صراعها وقتالها مع ميليشيات الحوثي. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الحفيظ، وأشرك معنا في النقاش الناشط السياسي طارق سرور، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن. سيد طارق، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بكم. أهلا بك سيد طارق، يعني كيف تنظر إلى تحركات الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ أخي، التحركات الجديدة والزيارة التي قام بها اليوم المبعوث الأممي غرفت إلى صنعاء هي مثل سابقاتها من الزيارات، بدأنا نشعر بالإحباط وعدم الأمل من هذه الزيارات، كون أنه لم يتحقق أي شيء منذ اتفاق ستوكهولم منذ 13 ديسمبر الماضي، الآن ما يقارب على 2 شهر، وهناك العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات والتأكيدات من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي أو كبير المراقبين سواء السابق أو الحالي، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي من هذه الجهود، لم يتم على مستوى تبادل الأسرى، على مستوى فتح الممرات الإنسانية، على مستوى إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى،
كل ذلك لم يتم التنفيذ منه اي شيء. كلما تم هو اعاده تحشيد هذه الميليشيات لافرادها، استمرار القصف اليومي لتجمعات المدنيين في مناطق الجبليه بمديريه التحيته وحيش والدريهمي، القصف ايضا على القوات المشتركه القوات العمالقه. الى قبل بضع ساعات هناك كان قصف وبعد مغادرة وفد اللجنة المشتركة لمقرات الميليشيا كان هناك قصف للميليشيات على مواقع في شارع الخمسين. طيب يعني سيد طارق، إذا توقعنا أن هذا الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في السويد يعني فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، من يتحمل مسؤولية فشل هذا الاتفاق؟ هل يتحمل المسؤولية كلا الطرفين الشرعية والميليشيا، أم أن يعني هناك طرف هو المتسبب الرئيسي في فشل هذا الاتفاق؟ أخي الكريم، واضح للجميع بأن سبب المعرقل هو ميليشيات الحوثي الانقلابية. هذه الميليشيات التي لا تلتزم بأي ما توقع عليه، وهناك شواهد متعددة منذ الحروب الستة الماضية، منذ انقلابهم في أواخر ديسمبر 2014، أيضا اتفاق السلم والشراكة يشهد على عدم التزامهم بأي اتفاق. وهذه الأحداث الأخيرة خلال هذين الشهرين الماضيين تؤكد بجدية بأن هذه الميليشيات الإنقلابية لا تلتزم بما توقع عليه بالمرة. بالتالي أيضا المساهم الأساسي هو الأمم المتحدة في وصول الوضع إلى ما هو عليه، لأنها لم تتحرك بجدية، لم تكن جادة بشكل واضح، لم تحدد من هو المعرقل، لم تعطي مهلة محددة لتنفيذ هذه الاتفاقيات وإلا إعلان الطرف المعرقل. بالتالي تكون الأمم المتحدة هي شريكة لهذه الميليشيات في وصول الوضع إلى ما هو عليه. نعم، إذن ابقى معي سيد طارق وأعود لضيفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني إلى أي حد يمكن القول أن الحوثيين سيلتزمون بتنفيذ الاتفاق الذي يعني أبرم بين الطرفين في ستوكهولم في السويد؟ لا أعتقد أن الميليشيات ستلتزم بأي اتفاق. الشعب اليمني مع هذه الميليشيات تاريخ أسود من التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات والحوارات من جنيف إلى السويد إلى السويد إلى السويد، إضافة إلى مؤتمر الحوار الوطني، تاريخ أسود. وبالتالي من المستحيل، أعتقد بأن ملف الحديدة للأسف الشديد الذي ضخم بشكل كبير في السويد كان الهدف الأصلي والأساسي منه هو إيقاف تقدم قوات الجيش واستعادة مدينة الحديدة. هذا هو الهدف الرئيسي الذي اتضح في الأخير ويدركه المواطن العادي، لأن ما دار في السويد وما يدور أيضا من لجان ومن قرارات حول محافظة الحديدة هو فقط لإيقاف تقدم الشرعية واستعادة هذه المحافظة المنكوبة. وباعتقادي بأن الميليشيات عندما تفسر وحينما تلتزم وفي الأخير تصدر تفسيرات أخرى لما تم الاتفاق عليه كما حدث مع السيد باتريك وللسكارد وغيرهم من وإضافة إلى البعوث الأممي كلها أخي، والبعوث الأممي زار القنعاء أكثر من مرة وتعاهدت له القيادة الميليشيات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويحدث ذلك الترسل ويحدث ذلك الانقلاب على تلك الاتفاقيات. وبعد في اعتقادي بأن الميليشيات مستحيل أن توافق على التفريط بمحافظة الحديدة وتسلمها وتلتحق منها بأنها تعتبرها الشريان الرئوي الذي يمد الميليشيات في المال والسلاح، وهي الشريان التاجي لهذه الميليشيات، ومن المستحيل أن تتخلى عنه بهذه السهولة، لأن عندما تم تسليم الحديدة أو تم تحرير الحديدة فإن بقية المحافظات ستتمكن الشرعية من الوصول إليها وتحريرها. نعم، إذن أشكرك جزيلا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظة مأرب. وأعود لضيفي الناشط السياسي طارق سرور. يعني
سيطرق تطمينات تضعها الأمم المتحدة بين فترة وأخرى، سواء يعني على تطمينات للناس وأيضا لطرفي المفاوضات أو المشاورات بأنه سوف ينجز الحل وهناك بوادر كثيرة لإنجاز هذا الاتفاق. يعني برأيك هل بالإمكان أن ينجز هذا الاتفاق ولو حتى بالشكل الجزئي؟ أخي الكريم، وكأبناء تهامة بدأنا نشك في إمكانية تحقيق هذا الاتفاق أو تنفيذ هذه الميليشيات لهذه الاتفاقات. بدأ الكل يدعي أن هذه الميليشيات لا يمكن أن ترحل من مدينة الحديدة بموجب الاتفاقيات، كون هذه المدينة تشكل العصب الأخير، مورد مالي كبير جدا لهذه الميليشيات من قبل الميناء والجمارك، وسيطر على البيوت التجارية فيها من قبل تحميل منافذ لتهريب السلاح ووصوله إلى محمد ميناء الحديدة أو شعيفة أو الصنيف أو المرافق الصغيرة المختلفة الممتدة من مديرية الخوخة حتى ميدي. بالتالي لا يمكن أن تنسحب هذه الميليشيات بموجب اتفاق سياسي، وهذا ما يتضح للجميع. التحشيدات مستمرة، حفر الخنادق مستمر في المدينة، عمل السواتر بشكل مكثف، ارتداءهم للزي الرسمي في محاولة للتضليل على ذلك المراقبين بأنهم الجيش والأمن الرسمي، إعادة تموضعهم في كافة المديريات وتحشيد لهم الجنود من مناطق حمران وصعبة والمحميك ورينا مستمر إلى الأمس. فكل الشواهد تؤكد أن هذه الميليشيات تراوغ المجتمع الدولي وتراوغ العالم وتراوغ الأمم المتحدة وتساعدها الأمم المتحدة للأسف الشديد في ذلك، وتحاول أن تكسب وقت وأن تفرض أمر واقع، تفرض أمر واقع بسيطرتها الكاملة على الحديدة، وبالتالي الضحية هم أبناء تهامها الذين يعانون بشكل كبير جدا. فهم محاصرون وهم لا يستطيعون الذهاب الى اعمالهم، وهم يوميا يتعرضون للقصف، وهم يوميا يتعرضون للعبوات الناشفه. التعليم موقف، الحياه متوقفه بشكل عام، الحديده بدون كهرباء، ونحن مقبلون على فصل الصيف الحراره تصل فيه الى ما يقارب 40 درجه مئويه. بالتالي نحمل التحالف والشرعية عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية بإنهاء هذه المعاناة وبإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض إليها أبناء تهامة، والتي كانت للأسف الشديد هي العنوان الأهم لمحادثة استوكهولم. يجب أن تتوقف هذه المعاناة. بلغ عدد النازحين إلى 15 يناير من الحديدة، وضحت الصورة، يقارب 164,000 أسرة، أكثر من مليون نازح من الحديدة. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ وضحت الصورة. أشكرك جزيلا يعني لضيق الوقت، شكرا لك الناشط السياسي طارق سرور، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وبهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي سيد ماجد المذحجي، كان معنا من القاهرة، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، وشكر أيضا للصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كان معنا من محافظة مأرب. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.